رجعنا لكم من جديد للحديث عن حشرة النمل الأبيض، وهل يمكن التخلص من حشرة النمل الأبيض التي تأكل الخشب؟ إيش هي حشرة النمل الأبيض؟ حشرة النمل الأبيض حشرة تعيش في مستعمرات يصل عددها إلى 30,000 إلى 2 مليون، عدد كثير كبير تعيش في مستعمرات، تعيش تحت الأرض، على الأرض، فوق الأرض، لها يعني أماكن التي تعيش فيها، ما إلها مكان محدد بتعيش فيه، لونها أبيض، من هون جاءت تسمية النمل الأبيض. أهم الفروقات بين النمل الأبيض والنمل العادي هو الشكل، الرأس متصل في الجسد أو الجسم متصل كامل، بينما النمل العادي بيكون الرأس منفصل عن الجسد. هون أهم ميزة بقدر أنا أفرق فيها بين النمل العادي والنمل الأبيض. على إيش بتتغذى؟ تتغذى على مادة السيلولوز الموجودة في جميع احتياجاتنا اليومية. تتكون المستعمرة من الملكة، من الجنود والعمال. العمال هي الطور الذي يتغذى على المنتجات الخشبية ويتغذى على جميع احتياجاتنا اليومية. هل النمل الأبيض يتأثر بالإضاءة؟ النمل الأبيض ما له أي علاقة بالإضاءة، لأن العمال عمياء عقيمة، يعني بتلاقيه موجود في النهار، في النهار موجود، في الليل موجود، في جميع أوقات اليوم يعني ممكن رؤيتها، وأيضا موجودة في نفس ما حكيت لكم، بتكون موجودة في الأرض وباطن الأرض وفوق الأرض. هل النمل الأبيض يضر الإنسان؟ هل يقرص؟ هل يلدغ؟ هل يسبب التحسس؟ طبعا لا، فقط يؤدي إلى دمار الأخشاب، يؤدي إلى دمار مادي، يعني يسبب خسائر مادية وخسائر اقتصادية لصاحب المنزل، وخصوصا المبنية من الخشب. كيف إحنا بنقدر نميز النمل الأبيض؟ نقدر نميز النمل الأبيض عن طريق وجود الأنفاق الطينية وأيضا وجود الأجنحة، وجود الأجنحة خصوصا النمل المجنح في الموقع زي ما احنا شايفين بالفيديو المعروض أمامكم. هاي أهم مميزات النمل الأبيض. نيجي على السؤال اللي أنا حكيته بداية الفيديو، هل يمكن التخلص من النمل الأبيض؟ نعم يمكن التخلص من النمل الأبيض، وأيضا يمكن وقاية البيت من النمل الأبيض. أنا شرحت فيديو كامل راح أترك لكم إياه أسفل الوصف عن طرق التخلص من النمل الأبيض. حبيت أحكي لكم بعض المعلومات عن النمل الأبيض وعايش تتغذى ووين بتعيش، لأنه إحنا دائما حتى نتخلص من الحشرات لازم نعرف إيش هي الحشرات. كان معكم المهندس محمد أبو حسين، يا ريت إن عجبكم الفيديو عمل لايك، اشتراك في القناة، وأي ملاحظة أو أي تعليق تكتبوا لنا إياه أسفل الوصف، وشكرا لكم.